سلطان. مش نسلطن. سلطنة اليوم مع فنانة الزمن الجميل نجاة كمال حسني المعروفة بنجاة الصغيرة. الله. هي مغنية وممثلة مصرية تعد من أشهر رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي. بدأت الغناء في التجمعات العائلية في وقت عمرها 5 سنين، وبعد دربها أخوها على حفظ أغاني أم كلثوم لتقوم بأدائها فيما بعد في الحفلات. تعاونت مع عديد من ملحنين الموسيقى العربية من ضمنهم بليغ حمدي، سيد المكاوي، محمود الشريف اللي لحنوا لها أغاني أنا في انتظارك، عيون القلب، عطشان يا سمراني. أما قائمة الشعراء المتعاونين معها في مجال الكلمات منهم نزار قباني وكمال الشناوي اللي وصف صوتها بالدافئ وكتب عليها أغنية مثل الألماس. في رصيدها 13 فيلم تقريبا كلهم يحتويوا على أغانيها. تم تكريم نجاة الصغيرة في عدة مناسبات، منهم وسام الرئيس المصري ووسامين من تونس، الأول من بورقيبة والثاني من بن علي. ومن أكثر أغانيها اللي حبها الجمهور ومازال يتصنطل بها لليوم أوصف لي الحب، شكل الثاني، وسط الطريق، أنا بعشق البحر، أما براوة، وتسلطينة اليوم مع أغنية عيون القلب. يعطيك الصحة على الاختيار نورهان، شكرا لكم على